الاسم الكريم؟ قيس محمد شاهين. قيس تحكي لي على حالتك. والله حالتي أنا كنت متزوج بالسيمانية، توفت زوجتي صار سنتين، جيت هون عندي ثلاث بنات. هذا الرجل صديقي من أيام الطفولة، دار العجزة ماكو معزلي، فجابني هوني صار شهرين أنا نام عنده هوني. طب هو عنده بيت يعني، وعلى بيته وعلى أطفاله وعلى أولاده، يجيب لي هذه نوبات يعني دائما، يجيب لي ماي. قبل إيش كنت تشتغل؟ قبل كنت بالنفط، ما هذا قال لك. نعم. وسع بطال. والله ما أعطي خمشي، هاي تكون مالي أنا. ما عندك راتب رعاية؟ راتب راتب كان تقاعد، بس بعد ما صارت الشغلة هاي مالتي. أي والله. وين صب ويقف الراتب؟ ما ويقف، حتى يعملون يعني يمشي هالشهر إن شاء الله شهرين الأخ. متأخر. فهي إضافة إلى صلة الرحم. هي مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة. يعني بهذا العمر المفروض انه الدوله والحكومه تهتم بينه. والله يا اخوي انا كم مره وداني وكرم على دار العجزه، يقول مسدودي ماكو دار العجزه، ام بدل انا ما اعطيك يعني اسباح، ما اعطيك هذه، من يسبعني من يصل عواسي هاي انا كانت يعني 26 سنه معاي زوجتي معزز مكرم. أنا عندي عملية مع الرئة، استئصال رئة عندي، وعندي عملية هاي دعق مال غدة، وعندي عملية مال فتق، وعندي عملية هاي بيدي، وعندي هاي سقط إيدي.